مرحبا. ما في أزعج من البرغش، وشو ما عملنا ما فينا نهرب منه. كتار بينطروا الفانات الكبيرة اللي بترش مبيدات للحشرات، بس أثبتت الدراسات إنه هالنوع من الغازات له تأثير كتير سلبي على صحة الإنسان، وبالتالي بيسبب أمراض خبيثة ومشاكل بالجهاز التنفسي. مشان هيك الأفضل إنه نحافظ على سلامة البيئة ونخفف من رمي النفايات حد البيوت. أما الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة فمتقلب على الحوض الشرقي للبحر المتوسط. اليوم بلبنان غائم جزئيا مع ضباب على السفوح دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة صباحا. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل درجات الحرارة بعكار 5، طرابلس 15، جبال 14، برمانة 13 درجة، بيت الدين 11. ننتقل من بعدها إلى سور 14، بنت جبال 8، رشية 8، زحلة 7، بعلبك 7، الأرز درجتين، والهرمل 12 درجة. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و80%. حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 12 و40 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية بتشتد أحيانا لتقارب ال 55 كيلومتر بالساعة. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ لنشوف. اليوم رح يوصل أقصاها بنهار ل 19 وبالليل 14، نهار السبت بتتراوح بين 11 و22، ونهار الأحد بين 15 و25. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 10، دمشق 9، القدس 10، صنعاء 20. ننتقل من بعدها إلى الرباط 11، نواكشوط 24، والجزائر 11، وأخيراً عم بتسجل بلندن 8، باريس 5، وبرلين 4. وهيدا كان كل شيء. باي.